غادي يشهد البيضاويون ابتداء من اليوم مرور حافلات الباسواي اللي غادي تجاوب طرقات الدار البيضاء في المنطقة المحددة ما بين مدار المستقبل ومدار تدرت. وأفادت شركة البيضاء للنقل في بلاغ أن الأمر يتعلق بأول دورة تكوينية لسائقي الباسواي واللي غتم تحت إشراف الشركة المستغلة. وللقيام بهذا التكوين ذي البعد التطبيق المستمر لمدة 6 أسابيع، كيأكد البلاغ ذاته أنه سيتم استخدام حافلتين من الباسواي، مشيرا إلى أن الدورات التكوينية ستمتد إلى غاية آخر شهر يونيو بهدف تكوين 102 سائق، بحيث تعتبر هذه المرحلة ضرورية لضمان اشتغال وسيلة النقل الجديدة ذات المسار الخاص بأحسن الظروف ولضمان خدمات آمنة وذات جودة للمستعملين. قرر وفق المصدر انطلاق اختبارات السير في الظروف الحقيقية للباسواي مطلع يونيو 2023، وخلال هاتين المرحلتين غادي يعبر الباسواي على طول الخط بدون مسافرين استعدادا لظروف السير الحقيقية. ومن المقرر وفق المصدر انطلاق اختبارات السير في الظروف الحقيقية للباسواي مطلع شهر يونيو 2023، وخلال هذه المرحلتين غادي يعبر الباسواي على طول الخط بدون مسافرين استعدادا لظروف السير الحقيقية. وعربت شركة البيضاء للنقل من خلال هذه المناسبة عن ضرورة احترام قانون السير وأولويات الباسواي في المدارات، كما أكد على أهمية توخي الحيطة والحذر من قبل السائقين والمستخدمين بجوار المنصات المخصصة لعبور الباسواي. وأشارت الشركة في البلاغ إلى أن خطي الباسواي الأول والثاني سيخدمان عدة أحياء بالدار البيضاء، بحيث سيصل الخط الأول إلى حي السالمية بليساسفة مرورا بحي الليبون وشارع القدس وشارع محمد السادس وشارع مقداد الحريزية وشارع الجولان، وغادي يتضمن 20 محطة على طول 12.5 كيلومتر. وغادي يمتد الخط الثاني على طول 12 كيلومتر وغادي يتضمن 22 محطة، ويربط بين حي الرحمة ومدار ألماس القائم بشارعي غاندي عبر الطريق الإقليمية رقم 3014 وشارعي مولاي التهامية ويعقوب المنصور. ومن المقرر أن ينطلق الباسواي فعليا في 1 يوليو 2023.
هذا الفيديو أعزائي المشاهدين، كنتمنى أنكم تشجعونا بالضغط على زر لايك وتشتركوا في القناة، وشكرا على المشاهدة.